عدن تغرق في الظلام وجميع الأطراف تتنصل عند حضور المسؤولية. من المسؤول عن انقطاع الكهرباء وتدهور القطاع الصحي في عدن؟ وما هو موقف الانتقالي الذي أعلن الإدارة الذاتية في عدن؟ أهلا بكم. مع دخول الصيف ازدادت ساعة انطفاء الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، رغم ما يعانيه أبناؤها من انتشار للحميات والأوبئة الفتاكة والتي أودت بحياة مئات المواطنين خلال الأسابيع القليلة الماضية. وبدل أن تحظى المدينة باهتمام إضافي من قبل الحكومة والتحالف والمنظمات الدولية، وبدل أن يتحمل الانتقال مسؤوليته إزاء المدينة التي أعلن الإدارة الذاتية لها، اتجه الجميع نحو التجاهل وكأن الأمر لا يعني أحد عندما يحضر الواجب والمسؤولية. بالأمس خرج مئات المتظاهرين للشوارع في مسيرات غاضبة للمطالبة بعودة التيار الكهربائي والخدمات الأساسية، فيما الصراع على السلطة في عدن يبدو أنه يتجه نحو سيطرة ميليشيا الانتقال عليها بعد فشل اتفاق الرياض وتواطؤ السعودية على تثبيت الوضع القائم. إلى أين سيصل الوضع في ثغر اليمن الباسم عدن؟ وهل ستنتصر الميليشيا في حكم هذه المدينة الحضرية؟ أم أن الأيام تخبئ لأهلها أمرا آخر؟ بعد 18 ساعة من انطفاء الكهرباء في عدن، فاض الكيل بهؤلاء وخرجوا للشوارع تعبيرا عن غضبهم ورفضهم لهذا الوضع. الحكومة والانتقالي يتبادلان الاتهامات حول الطرف المسؤول عن هذه الأزمة، لكن الطرف المسيطر على الأرض هو الذي يواجه أسئلة المواطنين واحتجاجاتهم الغاضبة. لا إصلاح، لا انتقالي، لا شرعية، لا تحالف، ولا حوثي، ولا لنا بأي أحد، لا قطر، لا تركيا، لا، ما لنا دخل بأي أحد من هذول. نحن مواطنين خرجنا نطالب بحقوق بأبسط مقومات الحياة للمواطن، نشي نعيش، كهرباء على ما على، خدمات صحية. منذ أشهر يسيطر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على مدينة عدن بعد أن رفض السماح لحكومة معين عبد الملك بالعودة وفق ترتيبات اتفاق الرياض. العالم يطلب من الجنوبيين أن يستحملوا هذا الظلم الذي يحصل على أرضهم، وبكل تأكيد الجنوبيين فاض بهم الكيل وآن الأوان ليديروا مواردهم باتجاه تحسين خدمات المواطنين. إعلان الانتقالي ما أسماه بالإدارة الذاتية أواخر أبريل الماضي فاقم من الأزمة القائمة في عدن وجعل الناس في وضع صعب وغير قابل للتعايش معه. تعاني عدن من أزمات بعضها فوق بعض، فمن كارثة السيول التي أغرقت المدينة قبل أسابيع إلى انتشار حميات قاتلة حصدت أرواح المئات من المواطنين، في ظل غياب كلي وتخل عن المسؤولية من جانب الحكومة والانتقالي، وصولاً إلى أزمة الكهرباء التي تضاعف من كل الأزمات القائمة وتجعل من عدن مدينة طاردة للحياة. هذا صاحبنا من قبل الكهرباء، الناس تموت من قبل الكهرباء، شوفوا تسرقوا، ها الناس ميتة من قبل الكهرباء. يتصارع الجميع على رأس عدن، ولكنهم يغيبون عند احتياجات المدينة وأهلها. التحالف وخلال 4 سنوات لم يقدم شيئاً يذكر، ذهبت أبو ظبي وجاءت الرياض، ولكن أزمة الكهرباء لا تزال قائمة، ومثلها الكثير من الأزمات التي كان بوسع التحالف جعلها من الماضي لو كان يهتم لأمر اليمنيين وأهل عدن على وجه الخصوص. يدفع أبناء عدن واليمن بشكل عام ثمن فشل الحكومة الشرعية وتحولها إلى مظلة لمشاريع التفتيت المدعومة من السعودية والإمارات، فيما تثبت حالة عدن أن الميليشيات لا تنطلق من احتياجات الناس ولا علاقة لها بمصالحهم التي تتخذ منها فزاعة للسطو على السلطة فقط. إذن مشاهدينا الكرام، بداية سيكون معنا عبر سكايب البراء شيبان الباحث السياسي من لندن، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ براء. مساء النور وأهلا وسهلا فيك وبالمشاهدين الكرام. أستاذ براء، بداية هناك من يتساءل، نعم ربما الحكومة تخوض معركتها مع التمرد الانتقالي، ولكن ما الذي يمنعها من تقديم الخدمات للمدينة التي تعد منكوبة بعدما حدث لها جراء السيول الأخيرة؟ اسمحي لي بس في البداية أن أنا أعرج بشكل سريع على التقرير الذي عرضته، وبالأسف يعني تقرير يعني مؤسف للغاية.
أن احنا نشاهد اليوم أن هناك من يطالب فقط بأن تعود الخدمات الأساسية للمواطن، ونرى على سبيل المثال يعني مستشفيات لا تعمل بسبب انعدام الكهرباء، وفي المقابل يعني غياب مسؤولية تام من قبل التي مفترض أنها تكون معنية بتقديم هذه الخدمات. الإشكالية الحقيقية أنه اللحظة التي أعلن فيها المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية، هو أعلن أنه تنصل من اتفاق الرياض، واتفاق الرياض الشق الاقتصادي والخدمي فيه، حتى هذا الشق الذي كان يعتقد الكثيرون أنه سيتم تنفيذه حتى بالحد الأدنى، لم يتم تنفيذه. كانت هناك بعض المساعدات التي قدمت من قبل المملكة العربية السعودية بشكل يعني بشكل محدود، خلال مثلا إجازة العيد تقديم بعض المساعدات الإنسانية، لكن الإشكالية الحقيقية التي تعاني منها اليمن بشكل عام، وعدن كنموذج واضح لهذه الإشكالية، هي غياب سلطات الدولة والمساعدات الإنسانية، سواء ما تقدمه التحالف أو تقدمه المنظمات، لا يمكن أبداً مهما كانت مقدارها وكميتها أن تحل غياب السلطة. المجلس الانتقالي يراهن أن كلما استمر هذا الغياب سيتم الاعتراف به كسلطة أمر واقع، والواقع يقول أنه كلما غابت الحكومة اليمنية وغابت السلطات الرسمية، كلما تدهور الوضع الخدمي والإنساني داخل محافظة عدن، ولا أدري إلى أين ستتجه الأوضاع أكثر مما اتجهت إليه بعد غياب الكهرباء وعدم عمل المستشفيات وشل تقريبا المنظومة الصحية وانتشار الأوبئة، ولا نعلم إلى أين ستتجه الأمور. نعم، هناك من يقول أستاذ براء أن ما يحصل هو مجرد استغلال لمعاناة المواطنين لتحميل كل طرف الآخر فشل ما يحدث. الإشكالية الأساسية أن الانتقالي يريد أن يحمل الحكومة الشرعية في اللحظة التي هو لا يسمح للحكومة الشرعية بالتواجد، حتى عندما قامت الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبد الملك بالقرار بالذهاب إلى عدن، رغم أنه لم يكن ضمن اتفاق الرياض الأصل أن تكون هناك ترتيبات عسكرية وأمنية، ولكن قرروا الذهاب. الذي منعهم هي قوات الحزام الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، وشاهدنا بشكل واضح عندما قاموا بمحاصرة المطار لمنع هبوط طائرة الحكومة في 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 محافظة عدن. فهذه نقطة. النقطة الأولى أنه لا يمكن لك أن تحمل مسؤولية للطرف ثم تمنع وجوده على الأرض. النقطة الثانية، طبعا الحكومة اليمنية الإشكالية أنها إلى هذه اللحظة لم تخرج ببيان واضح للناس لتتحدث ما الذي يحدث داخل محافظة عدن. أنا أعرف أن المجلس الانتقالي يراهن على أن الموقف السعودي سيتغير بسبب الضغط الذي تتلقاه الإدارة السعودية من الإمارات، لكنهم لا يستوعبوا أن اليمنيون يحتاجون فقط إلى سلطة تستطيع وحكومة تستطيع أن تقول لا. في الأخير هذه السلطة الرسمية، وهذه السلطة التي يعترف بها المجتمع الدولي، ومسألة فك الارتباط لا تتم بهذه الفزلكة، لأن حتى الإمارات لم تقدم نموذج جيد لسلطتها منذ 2015. الإمارات هي من تحكم عمليا عدن منذ 2015، لا خدمات، لا كهرباء، لا مياه، لا مدارس، المشاريع التي قدمها الهلال الأحمر صراحة أضحوكة. هذا الواقع هو ما يشتكي منه اليوم المواطنين داخل عدن. وفي الأخير نحن نقول يجب أن تعود الحكومة لتتحمل هي مسؤوليتها، ثم يكون الجميع مشارك بشكل 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 سياسي. الحكومة اليمنية حتى أحملها مسؤوليتها يجب أن يتم السماح لها بالعمل داخل هذه المحافظة. نعم، إذن الانتقالي لا يسمح للحكومة بالعودة يعني في أكثر من مرة، حتى حين كانت موجودة قبل إعلانه وقبل أحداث يناير السابقة لم يتح لها العمل على الأرض، ولكن في نفس الوقت لم يقدم هو الخدمات ولم يظهر هو
من سينقذ البلد أو لم يظهر حتى، يعني هو عمليا أعلن الإدارة الذاتية قبل شهر، ولكن حقيقة المدينة بيده منذ التحرير يعني أو منذ تكوينه يعني، وهو يحاصر ويمنع الحكومة من أداء مهامها. يعني إحنا الإشكالية في اليمن أنه ابتلينا بسلطات موازية تريد أن تأخذ الإيرادات، تريد أن تكون لها قوات عسكرية وأمنية تتحكم هي في الجانب الأمني، ولا تتحمل أي مسؤولية خدمية أو إنسانية تجاه المواطن، سواء في صنعاء لا تتحمل حكومة الحوثيين أي مسؤولية، لا يدفعوا مرتبات الموظفين، لا يعني حتى المرافق الرسمية والخدمية تعمل بالحد الأدنى بالدعم من المنظمات الدولية. وفي عدن قدم الانتقالي نموذج يعني ولا أسوأ في المنطقة التي تحت سيطرته. وإذا فقط أردنا أن نقارن، فلنقارن محافظة مأرب واليوم محافظة شبوة وأيضا محافظة حضرموت بالوضع داخل محافظة عدن، رغم أن الإمكانيات والمؤهلات الموجودة داخل مأرب وشبوة وحضرموت ليست ولا ربع الإمكانيات والمؤهلات التي ممكن أن تكون فيها محافظة عدن. النفس الذي دار فيها المجلس الانتقالي نفس عنصري بامتياز، طارد للمواطن اليمني، لا يشعر المواطن اليمني أنه بإمكانه التنقل والتحرك والعمل فيه. هذا يقلل طبعا من فرص الاستثمار، من فرص الحركة، من فرص عوائد الضريبة. بينما المناطق الأخرى صح أنها لا زالت ليست كما يعني بالمستوى المطلوب أو المتوقع منها، بالمستوى المطلوب، ولكن هناك تحسن ملحوظ إذا قارناه بالوضع المؤسف لمحافظة عدن. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية المجلس الانتقالي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ منصور. مساء الخير. نعم أستاذ منصور، خرج الناس للشارع للمطالبة بالخدمات وهي أقل ما يمكن تقديمه للمواطن في ظل الظروف الصعبة. كان ضيفنا عبر سكايب الأستاذ البراشيبان يتحدث بأن مشكلة الانتقالي أنه يريد فقط الحصول على إيرادات المدينة وأن يتحكم بالجانب الأمني، وعند الخدمات لا نجد له أي وجود. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام. للأسف الأخ براء وهو يفترض بأنه شخص حقوقي، إلا أنه حديثه وظف توظيفا سياسيا غير منصف وغير عقلاني. المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم ورث شركة ثقيلة عمرها 30 سنة من الاحتلال والتخريب والتدمير في عدن والجنوب، وما زال هذا التخريب مستمرا حتى هذه اللحظة. الحديث عن الأموال، المجلس الانتقالي الجنوبي ليس هو الحكومة الشرعية التي اعتادت أن تنهب وأن تسلب وأن تستأثر بالأموال لصالح ادخارها في بنوك وفي حسابات الخارج وفي عيش ومسؤوليها بشكل عام. إنما المجلس كان الغرض من إعلانه للإدارة الذاتية هو منع حالات النهب للمال العام ومنع الفساد الذي كان موجودا. ما حصل أو ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الشهر الماضي هو أنه قام بحماية هذه الأموال من أعمال الفساد، وهي لم تكن يعني فقط كان فكرة الإدارة الذاتية أن يعني فقط تحمي الموارد من الفساد. ألم يتحدث الأستاذ نزار هيثم بأنه إعلان أيضا لتقديم الخدمات ولإعادة الحياة لهذه المدينة؟ نعم هذا ما هو جاري الآن ويجري العمل عليه، وهي نحن نتحدث عن فترة شهر تحاول أن توجد المعالجات لفساد ونهب 30 سنة من الاحتلال للجنوب. أقول بأنه وللتوضيح بأنه مسألة الحديث عن الأموال، أموال المؤسسات
والمرافق الخدمية والإيرادية في عدن، بأن هذه الأموال لم تدخل إلى حسابات المركز الانتقال الجنوبي ولا إلى في حسابات قيادته في الخارج، إنما هي وضعت تحت الرقابة في إطار حسابات هذه المؤسسات. إيرادات هذا الشهر أستاذ منصور، يعني التي تتحدث عنها التي يتم نهبها من قبل الحكومة كما تقول، أين هي؟ يعني ما الذي قدمته للناس؟ يعني تتحدثون عن مليارات كانت تنهبها الحكومة، لم نجد لها أي أثر حتى على مستوى غرفة طوارئ واحدة في ما حدث من سيول للمدينة، تركت المدينة بلا أحد. إن كان هناك رغبة للفهم فأنا سأتحدث، وبإمكانك أن تنتظري بعض الشيء أختي. أقول بأن هذه الأموال فتحت لها حسابات لدى البنك الأهلي، وهي أموال لهذه المؤسسات لحمايتها من حالات الإفلاس والدمار الذي يجري لمؤسسات الدولة والمؤسسات القطاع العام في عدن، وكثيرة هي المؤسسات التي تعرض للدمار وللتخريب بغرض إفشالها. اليوم هذه المؤسسات باتت تمتلك أموالها وتديرها بذاتها في إطار إنعاش وإعادة بناء هذه المؤسسات، ومن ثم الانطلاق لدعم العملية التنموية بشكل عام. أضرار السيول هي كانت في فترة سابقة لقرار إعلان الإدارة الذاتية، ومع ذلك ذهب المجلس بقدراته الذاتية بأعمال شخص المياه الراكدة في فتح الطرق التي كانت تأثرت أو تم قطعها بفعل السيول، وجهود كبيرة وإنقاذ الكثير من الأسر، دعم الأسر المتضررة، جهود كبيرة قامها المجلس في هذا الاتجاه وهي لا تنكر. أيضا هناك جهود المجلس في مواجهة المتطلبات المرحلة أو الحالة الحالية التي يعيشها أبناء عدد تحديدا، ومنها ما يتعلق بخدمات الكهرباء التي تشهد حالة من التردي غير المسبوق والتي يعاني منها أبناء عدد تحديدا والمحافظات المجاورة. نعم، اسمح لنا أستاذ منصور، يعني أذهب بحديثك لضيفي عبر سكايب أستاذ براء. ربما سمعت لحديث الأستاذ منصور والذي اتهمك بأنك توظف توظيفا سياسيا غير منصف وغير عقلاني رغم أنك رجل حقوقي. الانتقالي ورث 30 عاما من الخراب، من الفساد، من التخريب المنظم للمدينة، ونحن نحاسبه على شهر واحد منذ إعلان الإدارة الذاتية. اولا فقط بس تعريج سريع على نقطه الحقوقي، انا لا افهم من الذي دائما، انا لانه كلما التقي مع شخصيات والزملاء من المجلس الانتقالي يتحدثوا انت شخص حقوقي، من الذي قال ان الحقوقي لا يتحدث في السياسه؟ من الذي قال ان الحقوقي لا يتحدث في الجانب الاقتصادي؟ الحقوق الاقتصاديه والسياسيه هي اساس الحقوق التي بعدها تاتي الحقوق المدنيه. لا يمكن ان تحصل في اي دوله في العالم على الحقوق المدنيه اذا كان الاساس هو لم يستشهد بانك حقوقي انه لا يحق لك الحديث، هو قصده بانك يعني لم تقدم تقديم منصف وانت رجل حقوقي، يعني هذه لا انا اتحدث الان بالوقائع. المجلس الانتقالي يسيطر امنيا على الوضع في عدن منذ نهايه 2015 الى هذه اللحظه، ثم أعلن الإدارة الذاتية، يعني حتى من ناحية المنطق للناس الذي يريدوا أن يفهموا السير، يتحدث عن الفساد ثم قاموا بتحويل إيرادات الدولة إلى حسابات خاصة، يعني عرقلة الدورة المالية لدى البنك المركزي. الأصل أنه مثلا يقولوا سنقترح لجنة إعادة رقابة على هذه الأموال، أن تكون هناك رقابة على الدورة المالية التي تمضي عبر البنك المركزي، لكنك تحول الموارد إلى حسابات خاصة، هذا أنت تؤثر على سير الدورة المالية، وبالتالي تتأثر العملة، والذي سيدفع الثمن بسبب هذه الممارسات الغير مسؤولة هو المواطن اليمني وهو المواطن داخل عدن. هذا التصرف الذي لا يمت، ليس هناك لا قدرة في الإدارة، ليس هناك فكر في 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 إدارة حتى المناطق التي يسيطروا عليها بالقوة. ثم نتحدث عن ماذا قدم المجلس الانتقالي، غير السجون السرية، غير التعذيب، غير الوضع الأمني المنفلت، ويتحدث أنهم فتحوا الطرق وقاموا بإنجازات. الآن المواطنين داخل عدن
الوضع من ياتي من داخل عدن يتحدث. نعم، ومن داخل عدن اسمح لنا استاذ براء، لم يستطيع احد انكار نعم. الوضع المزري داخل عدن، ومن يتحمل المسؤوليه هو من يسيطر على الوضع داخل عدن. اذا كان نعم اسمح لنا استاذ براء فقط ان ينضم معنا، سأحمل هذه المسؤوليه مثل ما احملها من المجلس الانتقالي. نعم اسمح لنا استاذ براء وانت استاذ منصور ان ينضم معنا ايضا من عدن الاستاذ مدرم ابو سراج نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري. مساء الخير استاذ مدرم. استاذ مدرم هل تسمعني؟ نعم سنحاول التواصل بك استاذ مدرم. اذا استاذ منصور، يعني انتم من تحكمون عدن منذ اعلان المجلس الانتقالي حقيقه، منعتم الحكومه من العوده من ممارسه مهامها، شكلتم حزاما امنيا وحاولتم السيطره الامنيه على البلاد، ولكن منذ ذلك التاريخ لم يتم تقديم يعني منجز واحد يمكن ذكره. الحديث عن 30 عام من الفساد ومن الاحتلال وما إلى ذلك يمكن أيضا توجيهه لمأرب التي عانت من إقصاء علي صالح ومن تهميشها ومن يعني إبعادها تماما عن الحياة المدنية، وكانت مجرد في ظن الناس أنها معقل للبداوة ومن يريدون تخريب الكهرباء وتحطيمها، والآن هي تنقل صورة ربما مضيئة في ظل ما يحدث وخلال سنوات قليلة أيضا. لماذا عدن تنهار بهذه السرعة؟ أولا نحن حين نتحدث عن الوضع الخاص في عدن فنحن نتحدث عن عاصمة لدولة كانت فيها كل مقومات المدينة الحضرية التي بلغت مستوى كبيرا من التطور، ولذلك كانت حالة الانتقام الكبير من عدن منذ اليوم الأول للوحدة، وتعرضت كل مؤسساتها بشكل عام ابتداء من الإنسان وانتهاء بالحجر والشجر للدمار والتخريب والاستهداف، استهداف الهوية واستهداف الأرض واستهداف الإنسان وكل المنجزات. بعد العام 2015 بدأت الجنوب تستعيد بعضا من مؤسساتها ومنها المؤسسات العسكرية من غير المقبول ولا المعقول ولا المنطقي أن يتم بعد ذلك كل تلك التضحيات التي خاضها شعبنا في سبيل الوصول إلى حريته واستقلاله أن نعيد الجيش اليمني ليحمي، لأنه جيشنا دمر في العام في بداية الوحدة تعرض لمحاولة التدمير، ثم بعد الحرب تعرض للتسريح بشكل عام. كان لابد من بناء حزام أمني وهذا يعد وأجهزة أمنية وهذا يعد واحد من الإنجازات الكبيرة التي حققت، ولولا هذه المنجزات لا عاد الاحتلال اليوم الذي يجيش عشرات الآلاف من الجنود والمدرعات والدبابات والأسلحة المتطورة التي قال في وقت سابق بأنه التحالف لم يدعم بشيء لمجابهة الحوثي، فإذا فيه اليوم تخرج مدرعات الاحتلال ونحن نتحقق في الجانب العسكري والأمني إنجازا كبيرا. الجنوبي أسس العام 2017 وخلال هذه الفترة كانت مهمته بعيد عنه. نعم استاذ منصور، تبديل الجنوب سياسيا حقق نتائج مهمه، لكن اقول بانه ظلت الموارد عدن وموارد الجنوب تذهب للحكومه. كنا للاسف الجنوب في المجلس الجنوبي مجرد حراس للاموال التي تذهب لجنوب. نعم اذا اسمح لنا فقط ان ينضم معنا احد ابناء الجنوب وهو ايضا من الميدان يتحدث عن الوضع هناك، أستاذ مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ مدرم. مساء النور وتحياتي لضيوفك الكرام ولمشاهدينكم. أهلا بك أستاذ مدرم. أتحدث أنا هنا باسم عدن باسم الناطق الرسمي عن مجموعة كلنا لأجلك يا عدن التي الآن تعمل على الساحة في عدن. أنا نائب رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري صحيح، ولكن هنا نحن في عدن نمارس نشاط خدماتي. نعم إذن الناطق الرسمي لمجموعة لأجلك يا عدن أستاذ كلنا مدرم. كلنا لأجلك يا عدن. ممكن قبل كلنا لأجلك يا عدن. نعم أيوة قبل ما تدخلك في سؤالك
والله اليوم أنا حزين جدا جدا. المفترض أن أكون أنا ضيف هذا البرنامج حسب الاتفاق وحسب تواصلي مع القناة وتواصلي مع مكتب البث المباشر، ولكن أعتقد أن هناك مندوب للمجلس الانتقالي تم استحداثه، وهو يشرف على من يطلع ومن ينزل ومن يقدم رأيه. هذه تكميم الأفواه، وتكميم الأفواه هي بادرة خطيرة جدا تهدد مستقبلنا، تهدد دولتنا التي نحن ننشدها، وتفقد الثقة المواطن وتفقد ثقة المجتمع الدولي في هذه الدولة الوليدة التي نحن ننشدها. وهذه العقلية نعم. التي حقيقة نعم كنا مرتبين معك أستاذ مدرم أن تكون معنا عبر الأقمار. ما زالت هذه عقلية السفينة. نعم حتى أوضح فقط للسادة المشاهدين أستاذ مدرم، كان يفترض أن تكون معنا عبر البث المباشر عبر الأقمار الاصطناعية، ولكن تم إبلاغنا بأن الانتقالي رفض أن تكون معنا من هناك، المكتب يعني وجه له هذا الرفض. إذن أستاذ مدرم، الحكومة والانتقالي يتبادلان الاتهامات حول الطرف المسؤول عن هذه الأزمة بعدن، وأنتم تشكلون مجموعة كلنا لأجلك يا عدن، وهي مجموعة خدمية كما تفضلت. كيف تتابعون المشهد؟ عدن تكتوي وأبناء عدن يكتوون بنار الانتقالي والشرعية، وهما الاثنين عملة لوجه واحد. وصراعات الانتقالي والشرعية انعكس على المواطن العادي، انعكس على المريض بكورونا والمصاب بالوباء المكرفس والمصابين في بقية الأوبئة الذي منتشرة في عدن، بل وانعكست على خدمات الكهرباء وانعكست على خدمات الماء. إلى الآن أنت هل تتصورين إن مخلفات السيول موجودة إلى الآن في شوارع عدن؟ مع احترامي للأخ الضيف الذي من الانتقالي الأستاذ منصور، أنا أقول حينما يتحدث عن السركة الثقيلة، رئاسة الانتقال بما فيهم الرئيس والنائب وكثير من قيادته، هم من أين أتوا؟ قبل يوم أن يؤسس المجلس الانتقالي أتوا من الحكومة، فهذه الحكومة هم منها وهم امتدادها. لماذا الآن نحمل حكومة الاحتلال؟ على فكرة نحن في مجلس الحراك الثوري نسميها حكومة احتلال ولا نعترف بشرعيتها، ولكن هم بنفس بذات الوقت يقولون حكومة شرعية ويريدون أن ينخرطوا فيها، ولهم تمثيلات مقاعد وكما كانوا في السابق. نحن عدن 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 الآن تئن، الجنائز تخرج من عدن يوميا بالعشرات. نحمل من؟ بالله عليكم الناطق الرسمي للانتقال حينما يتحدث على ماذا؟ يتحدث على المليارات التي تم تحصيلها، أين ذهبت؟ أنا سأوجز لك الموضوع في سطر واحد. الانتقالي لا يصلح، الانتقالي بذات الفشل. إذا كان نترك الحكومة ونترك المجالس المحلية، الانتقالي في هيئاته الخاصة الآن كيف تم تشكيلها؟ بالمحاببة. كان أعضاء في مجلس الانتقالي من أسرة الزبيدي، مش في المناصب المالية والتنفذ والذي فيها مخصصات. والشيء الثاني، كان من أسرة من أخوان وصهور وأبناء ومقربين من هاني، ونفس الشيء مع من أحمد بن بريك، والجميع هؤلاء لا يريدون دولة. للأسف أجهضوا الحراك، أجهضوا تجربتنا، أجهضوا تضحياتنا. فلنقول لهم نأتي إلى طاولة سواء. الآن الممارسة التي تم منعها هذه ممارسة عقلية الستينات والسبعينات، الستينات والسبعينات، وما زالت هذه العقلية الآن تمارس. هل الانتقالي يقول الإدارة الذاتية من رمضان، الانتقالي مسيطر من العيد الأضحى من يوم تم طرد الشرعية من عدن وغير مأسوف عليها. نحن نقول من يوم تم طردها وهو مسيطر على عدن، ماذا حقق؟ الآن الكهرباء في أسفل أوضاعها. نتحدث الانتقالي، هل يجرؤ الانتقالي يقول لنا البروموغندا الكبيرة التي تم اللي سوقت لها السعودية ما بين نعم إذن الممثل أو قائد التحالف بعدن العتيبي ومدير الكهرباء عندما قالوا عيدية الكهرباء عيدية عدن، ماذا أعطوا؟ هل هي بروموغندا فقط لتسكيت الناس؟ أو هي بروموغندا مسلطة للخارج إنه السعودية قدمت وعملت وفعلت؟ لماذا لا يتحدثون؟ الآن في هذا الوضع الكهرباء تسوء، والانتقال يتحمل كل سلبياتها وتحمل كل ما جرى لها.
لأنه هو السلطة القائمة. لماذا لا يخرج ممثل من الانتقالي يتحدث إنه يقول إن السعودية لم تقدم شيء وما قامت به من إعلانات وبرمجندات واتفاقيات كانت هي وهمية، لأن المواطن لم يرى على الأرض، بل إنها ساعات ألعى مما كانت. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ مدرم أن نعود للأستاذ البراء. أستاذ البراء، ما يحدث في عدن حقيقة يعني لا يمكن أن نتجاهل دور الشرعية فيها. الإخفاق يعني ربما أيضا منها التي لم تسعى لإيجاد حلول حقيقية للمواطن. تجد أن المواطن يستغيث، يريد من يقدم له الخدمات فعلا، لا تضغط على السعودية لا بتنفيذ اتفاق الرياض الذي يعني كان به خذلان لها، ولا هي التي أثبتت نفسها وضغطت أيضا لعودتها ولإدارة البلاد كما يجب. نعم، أنا أتفق. أنا لا لست هنا لأقول أنه الطريقة التي تتصرف فيها الآن الحكومة الشرعية هي طريقة سليمة. في الأخير هذه الحكومة الرسمية وعليها أن تتحمل مسؤوليتها أمام الناس. والنقطة الثانية، عرقلة اتفاق الرياض وكل المحطات وخصوصا حتى المصفوفة الأخيرة التي وقعت، كان يجب على الحكومة اليمنية أنها تضع حد فاصل وتخرج وتخاطب الشارع بشكل 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 واضح. طريقة إدارة الشرعية فعلا للأزمة أحد أسباب تدهور الوضع بهذا الشكل. وفي نفس الوقت أنا أقول، وأيضا المجلس الانتقالي بسبب إدارته المباشرة للأوضاع الأمنية منذ 2000 ونهاية 2015 وتفرده بالمشهد منذ نوفمبر أو أغسطس الماضي، هو يتحمل المسؤولية. فأنا أقول أن كلنا يتحمل المسؤولية بقدر المستوى والسلطة التي هم عليها. طبعا الناس كثير لديها انتقادات كبيرة، لديها انتقادات على رئيس الجمهورية، لديها انتقادات على رئيس الحكومة. الناس تريد منهم أن يخرجوا ويوضحوا الحقائق للناس بشكل واضح. ولكن أنا أقول هنا، الاعتقاد أن هناك ميليشيا أيا كانت مسمى هذه الميليشيا في أي مكان سوف تحل محل الحكومة اليمنية هو وهم، ويكفي ما حدث داخل عدن منذ نهاية العام 2015 حتى الآن. ولدينا في كل المحافظات مثال، في المحافظات حتى التي تعاني في هناك مستوى تحسن ملحوظ، من حضرموت إلى شبوة إلى مأرب، وهناك تدهور ممنهج بسبب سيطرة هذه الميليشيات في عدن. تدهور طبعا كبير منذ نهاية 2015، ولكن تدهور لا يمكن أحد أن يسكت عليه منذ أغسطس الماضي. وأخيرا الآن عرقلت حتى الدورة المالية، يعني الفساد يوصل لأبعد مستوى، ليس فقط نحن بل سنحارب المواطن اليمني حتى في لقمة عيشه. إدارة المجلس الانتقالي لهذه المدينة بنفس مناطقي وبنفس عنصري لا يمكن أن ينتج سوى هذا النتيجة. لا يمكن أن تكون النتيجة وردية في ظل سيطرة ميليشيات أيا كانت هذه الميليشيات. وبالمناسبة للأخ منصور، لو كانت الميليشيات التي سيطرت على عدن تتبع حزب الإصلاح سأهاجمها بنفس الطريقة، إذا هي تتبع المؤتمر سأهاجمها بنفس الطريقة. نحن نريد سلطة دولة رسمية بحيث أن نحن نحملها المسؤولية محليا وإقليميا ودوليا. نعم، إذا اسمح لنا أن نعود للأستاذ منصور. أستاذ منصور، أتوقع أنك لم تستمع لحديث الأستاذ مدرم بداية. أنا بصفتي نائب رئيس الدار الإعلامية أؤكد بأنه المجلس من لا أسمعك جيدا أستاذ منصور، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. الصوت غير واضح. نعم نعم، تفضل، إن شاء الله يكون الصوت أوضح. يمكن إجراء الاتصال. هناك مشكلة في الصوت، سنعود التواصل بك أخ منصور. عودة إليك أستاذ مدرم. أستاذ مدرم، تشهد العاصمة المؤقتة عدن
موجة من الاحتجاجات الشعبية، ما هي مطالبكم؟ الاحتجاجات الشعبية بدأت في عدن في 16 من رمضان، حينما دعت لها مجموعة كلنا لأجلكم من عدن. وللعلم مجموعة كلنا لأجلكم من عدن هي تضم كل شرائح الطيف العدني المتنوع في كل المكونات والأحزاب الفاعلة السياسية في الساحة. ومجموعة من أجلك يا عدن لا تعمل عمل سياسي، بل هو مطالب خدماتية، ولهذا تم اختيار هذا الاسم لإبعاد المجموعة وعملها الجماهيري عن التسييس. مجموعة لأجلك من عدن حينما دعت لمسيرة 16 من رمضان جوبيات بالقوة، خرجت المدرعات وخرجت الأطقم وخرجت يعني استخدام بعملية بشعة لمنع تلك الفعالية، ولكن كان الشارع واعي فقامت فعاليات في خارج كريتر، في المكسر، في المنصورة، في الشيخ. الآن بدأت منذ أمس السبت دعوة مجموعة كلنا لأجل في من عدن، وبدأت المسيرات من أجل مطالبة بالخدمات ومسيراتها ونضالها سلمي. بدأت في المنصورة وفي التواهي وفي كريتر، واليوم في أمام الكهرباء وعدة مناطق وردت نحن أخبار، ولكن نحن منتظرين الفيديوهات أن تنزل لنعلن عنها. مطالبها هو توفير أبسط الخدمات الضرورية للمواطن: كهرباء، ماء، صحة، عيش كريم، نظافة. نحن لا نطلب شيء أكثر من هكذا. ولماذا يستخدمون لنا العنف؟ ولماذا يتم تخويننا؟ ولماذا يتم ترهيب الشارع من نحن؟ لماذا؟ عقلية السبعينات ما زالت هنا تدار. عقلية السبعينات هي المسيطرة وهي الخطر القادم علينا، الخطر القادم علينا وعلى الجنوب وحتى على من يستخدمها. نحن في دعينا يوم الأربعاء القادم في الساعة الخامسة المسيرة الكبرى التي ستنطلق من كريتر في جولة ذكو، من أجل الكهرباء، من أجل الماء، من أجل مستقبل أولادنا، من أجل أن نستعيد عدن ونعيدها لعدن. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ مدرم، عاد إلينا الأستاذ منصور، نتمنى أن يكون الصوت أكثر وضوحا. مرحبا بك أخ منصور. ربما كان بداية حديث الأستاذ مدرم هو عتب على هو ومنا أيضا على الانتقالي الذي رفض ظهور الأستاذ مدرم عبر الأقمار الاصطناعية، وتحدث عن العديد من النقاط التي يحملكم فيها المسؤولية لما يحدث في عدن، ويتحدث أيضا أن الشرعية هي وجه لا يختلف عنكم كثيرا. تفضل. نعم، هو أنا للأسف كان صار لي في الوقت السابق، لكن ما يتعلق بحديث الأخ مدرم، أنا بصفتي نائب رئيس الدار الإعلامية أؤكد بأنه المجلس الانتقالي الجنوبي هو الحامي وهو من يصون الحقوق والحريات، خاصة منها ما يتعلق بحرية التعبير والرأي، ولا يوجد لدى المجلس الانتقالي الجنوبي أي توجه تكميم الأفواه أي إن كانت، حتى مع أشد المختلفين معنا في الرأي، لأننا نحرص دائما على أنه تبقى حرية التعبير وحرية الكلمة. هي ما هو تفسيرك لما حدث؟ يعني البلاغ أتانا من المكتب الذي يتم استضافة ضيوفنا من خلاله، وقال بالحرف بأن الانتقالي رفض ظهور الأستاذ مدرم معنا. هذا غير صحيح، ونحن منتظر المكتب بيتبلى ولا احنا اللي بنتبلى؟ اتمنى ان تراجع انت هذه النقطه وتسال. لا 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 يعني لا، اؤكد بانه هذا الشيء لن يحدث، وبامكان انا اتحدث نعم معك الان وامام الملايين بامكان المكتب ان يبلغنا وسيتم معالجه. نعم نتحدث عن موضوعنا، هذا ليس موضوعنا حقيقه. تفضل. نعم تفضلي. نعم، النقاط التي ذكرها الأستاذ مدرم والتي لم تسمع إليها وأوردتها لك، هل أعيدها؟ نعم. لا لم أسمع شيء من الحديث أختي. ها تمام، يعني هو تحدث مثلا عن أولا قال بأنكم وجه آخر للحكومة التي تقولون بأنها شرعية، وهي في نظرهم هم أول من قالوا بأنها حكومة محتلة، أنتم تبحثون فقط عن مكاسب سياسية من هذه الحكومة، المليارات التي تتحدثون عنها تديرونها بذات الفشل، بفتح حسابات خاصة، بتعيين العديد من أسر الزبيدي وهاني وبن بريك في المجلس الانتقالي، وأيضا
قادة الانتقال هم أساسا أتوا من هذه الحكومة التي تقولون بأنها فاشلة وأنها هي من أخربت عدن ومن أوصلتها إلى هذه المواصل، فمن أين أتوا؟ والله صح في كثير من الأمور هي مدعاها للاستغراب ولا تستحق الرد، خاصة حين نتحدث عن تعيينات وعن أسر. كلام هذا غير منطقي ولا أساس لهم في هذا الأمر. نحن في المجلس الانتقال الجنوبي، وهذا توضيح للأخ براء الذي يخلط دائما ما بين السلطات السابقة في عدن من العام 2015 والمجلس الانتقال الجنوبي الذي تأسس ككيان مستقل في 11 من مايو من عام 2017 وظل يمارس دورا سياسيا حتى شهر ابريل بإعلان الإدارة الذاتية. لكن نحن نقول بأنه ما يتعلق بالأموال، أنا أشرت سابقا بأنه دور الإدارة الذاتية للمجلس الانتقال الجنوبي هو محصور في مسألة الرقابة على هذه الأموال، على معرفة كم يدخل، إلى أين تذهب، إلى أين تصرف، لكن هي تحت تصرف هذه المؤسسات للحفاظ عليها من الانهيار، لدفع معاشات موظفيها. في الوقت الفترات الماضية كانت هذه الأموال تدخل في حساب البنك ويتم تحويلها إلى الرياض وإلى حسابات بأسماء المسؤولين والوزراء وبأسماء أطفالهم وبأسماء الناشطين الذين كل مهامهم التي يكلفون بها هي الإساءة للجنوب ولشعبه ولقضيته وللمجلس الانتقالي الجنوبي، بعيدا عن ما يخدم الناس وما يمكن أن يقدم للمجتمع من أي خدمات. الأخ مدرم يتحدث دائما ويكررها مسألة أنه هم كانوا يرفضون الشرعية ونحن أو المجلس أو قيادات المجلس كانوا جزء من الشرعية. فعلا قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي والجنوب، معظم القيادات الجنوبية هم كانوا قيادات في المقاومة الجنوبية، ثم وكانوا هم رجال التحرير وهم من قاد العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي، وبعد العمل بعد التحرير ونتيجة لأنه لم يكن لدى الشرعية من وجود في الجنوب بشكل عام، وكل الجنوبيين قاتلوا، كل الجنوبيون قاتلوا تحت علم الجنوب وتحت الراية الجنوبية وفي إطار مشروع التحرير والاستقلال، لذلك لم يكن لدى هذه الشرعية أن تقدم أي أشخاص خاصة في الفترة التي كانت فيها عدن في ظل سيطرة الجماعات الإرهابية. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية المجلس الانتقالي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أستاذ البراء، ما الذي بيد الحكومة أو ما الذي يفترض أن تقوم به لإنقاذ الوضع في عدن وعدم تركها تغرق في الظلام وفي الاحتياجات المتزايدة في دقيقة إذا سمحت؟ أنا أتوقع أنه لديها مسؤولية اليوم وطنية للخروج بشكل واضح أمام الناس. تبتدأ المشكلة في من يمول المجلس الانتقالي الجنوبي. يجب أن تخرج اليوم الحكومة اليمنية لتقول صراحة وتطلب طلب رسمي بخروج الإمارات من داخل اليمن، وثم تبلغ المملكة العربية السعودية أنها مهتمة باستمرار الشراكة ما بين الشعبين والدولتين الشقيقتين، ولكن إساءة الإمارات العربية المتحدة للعلاقة واختلاطها بحيث أنها تريد أن تكون لها علاقات لا ترتبط بالحكومة الشرعية، تعتذر الحكومة منها وتخرج ببيان واضح للناس مثل ما عملت كل الجمهوريات. المشكلة الإمارات في البداية الناس رحبوا بها، ولكن مشكلة الإمارات ليست فقط مع اليمن، مشكلة الإمارات داخل الصومال، وتمت الطلب منها مغادرة الصومال رسميا بذات الآلية. هذه مسؤولية وطنية اليوم وتاريخية أمام الحكومة اليمنية. إذن شكرا جزيلا لك البراء شيبان الباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من لندن. عودة أخيرة لك أستاذ مدرم. أستاذ مدرم، إلى متى ستظلون تطالبون بهذه الحقوق التي تحدثتم عنها؟ ما هي خططكم المستقبلية؟ كلنا من لأجلك يا عدن أنشئت من أجل عدن، ما دامت عدن في هذه الأوضاع المزرية، ما دامت عدن في هذه الأوضاع التي يريدون أن يؤذوها، ما دامت كل الإقليم يتآمر على عدن وعلى رأسه التحالف، على رأس التحالف المتمثل في السعودية والإمارات عبر أدوات جنوبية داخلية، سيبقى الشارع العدني يطالب بحقوقه،
الشارع من العدني، الشارع العدني هو الذي قدم التضحيات في 2015 في الوقت الذي الحكومة وهذه القيادات الآن التي تدعي أنها من المقاومة كانت في مناطقها وفي قراها. الشارع العدني هو الذي قدم التضحيات، أبناء عدن والمقاومين الذي يتحدثون عنها هم ما بين اثنين، يا إما في القبور هم يا إما في السلاجين الإمارات أو في بيوتهم، وما دون ذلك تسلقوا على أعتاب وأكتاف أبناء عدن. عدن اليوم تقول كلمتها، عدن انتفضت، عدن تطالب بحقوقها، وندعو الرأي المجتمع الدولي بأكمله أن ينظر إلى عدن ومطالب أبناء عدن، ويؤكدون أبناء عدن إن نضالهم سلمي، أقمعوا نحن بالمدرعات، أقمعوا نحن بالأطقم، أطلقوا علينا بالرصاص، لن نرمي عليكم حجر، بل سنهتف وبنخرج كلنا لأجلك من عدن، كلنا لأجلك يا عدن. فهو شعار ارتضيناه، نعم، وهو خيار نقبل أن نموت تحته. إذن شكرا جزيلا لك مدرام أبو سراج، نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري والناطق الرسمي لمجموعة كلنا لأجلك يا عدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.